اهلا بيكم من جديد وبدايه قصصنا الاخباريه هنبتديها من اسوان المستريح. اعتقد دي قصه القصص، يعني بنحكي عنها بقالنا ايام، بدءا من القصه واكتشاف القصه ومظاهرات الناس وخروجهم وحتى التجاوزات لحد القبض عليهم. لكن هل هي ظاهره تخطت مرحله انها بس حادثه بنسمع عنها ونقول الله يكون في عون الضحايا، انضحك عليهم فلوسهم راحت يا حرام، ولا ان الموضوع بالفعل كبير؟ في عدد من المستريحين موجود، هل تم حصرهم؟ هل في خطر؟ طب اشمعنى الموضوع ده موجود في الصعيد؟ هل يا ترى في اجابات؟ احنا مش هنقف علشان ننصح الناس بان هم ما يامنوش لشخص يوهمهم بمكسب خرافي في اوقات قياسيه، لان الموضوع اكبر من كده فعلا. الموضوع احيانا بيوصل لاشياء كبيره زي اللي شفناها، مثلا كارثه اقتتال اهالي وتخريب ممتلكات اللي حصل من ايام وشفنا تبعاتها وما زالت تبعاتها حتى الان احنا بنشوفها وبنقرا عنها. طيب خلينا نعرف ايه الموضوع بالظبط على ارض الواقع، هو مستريح واحد ولا مستريحين كتير؟ النائبه عن دايره اسوان الاستاذه ريهام عبد الغني عضو مجلس النواب عن الحزب المصري معانا على التليفون. اهلا بحضرتك استاذه ريهام. استاذه ريهام عبد النبي، اهلا بيكي. اهلا بيكي معانا في حديث القاهره. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه كريم. اهلا بيكي يا سياده النائبه. والحقيقه يعني هو سؤال احنا كمان بنطرحه زي الناس اللي بتطرحه، هو مستريح واحد ولا في ظاهره للمستريحين موجودين عندنا في المحافظات وخصوصا محافظات الجنوب؟ والله ده الامر دوت طبعا احنا ما شفناهوش قبل كده في محافظه اسوان. هو يعني هو شخصيه كانت الاول ابتدى بشخصيه واحده اللي هو مصطفى البنك ما اطلق عليه بالمستريح، وبعد كده يعني كان بقى بعديه كذا شخصيه تاني، يعني هم وصلوا العدد حاليا حوالي 38، اكبرهم مصطفى البنك والحصاوي وتم القبض عليهم حاليا وبيتم التحقيق معاهم. 38 مستريح ده حجم كبير جدا لاشخاص بتاخد فلوس الناس تشغلهم بس للاسف. طب هو السؤال، هل في حصر معين لعدد الناس اللي لجأت لهم ال 38 شخص دول؟ احنا بالنسبه للناس الضحايا يعني بتسالي على الضحايا، طبعا حاليا مع الجهات الامنيه والجهات التنفيذيه بيتم حصر الاعداد الناس، عشان طبعا بنحاول ان احنا هيتم استرداد جزء من اموالهم. يعني احنا طبعا اول ما تم التحفظ على المواشي الجهات الامنيه، اول ما نزلت وتحفظت على المواشي تم بيعها في المزاد العني تقريبا بالامس، والفلوس اللي هتبقى موجوده هيتم توزيعها على الناس. فلحد دلوقتي بيتم حصر الاعداد يعني عشان نقدر، طبعا احنا حجم الكارثه كبير عندنا في اسوان للاسف يعني، والناس ضحايا كتير. حجم الاعداد للمستريح اللي اتقبض عليه ولا ال 38 مستريح؟ يعني ال 38 مستريح دي موقفهم ايه حاليا؟ ما اتقبضش على كل المستريحين، لان طبعا لسه هو برضه العدد دوت تقريبا وليس هو النهائي. هو احنا اللي كان يهمنا المستريحين الكبار اللي هو مصطفى البنك والحصاوي، هم دول الكبار اللي مشغلين المستريحين الصغيرين اللي تحتهم، فهم دول اللي معاهم رؤوس الاموال اكتر، وكان طبعا معاهم رؤوس المواشي اللي احنا طبعا تم التحفظ عليها وتم بيعها بالمزاد العلني امبارح. الارقام اللي احنا شفناها تم الاعلان عنها في المزاد 3 مليون و5 مليون، يعني 3 مليون هنا 2 مليون هنا، ارقام كبيره جدا للمواشي. معنى كده ان احنا بنتكلم على ارقام كبيره وضخمه وعدد ناس كبير. ايه اللي يخلي الناس يعني تحط فلوسها؟ السبب اللي يخلي الناس تحط فلوسها عند واحد مستريح بيوعده بأرقام فلكية يعني بشكل مش معقول على الفلوس اللي هيحطها، لدرجة ان في ناس عرفنا انها اخذت قروض من البنك؟ ده للاسف هو يعني استغل طيبة شعب اسوان. اسوان يعني بصي دون اي محافظات اخرى تتميز شعبها بالطيبة، وان هم شعب مسالم جدا وما بيستغربوش اي حد، وبالذات قريه البصليه او مدينه البصليه اللي هو ابتدى بيها المستريح النصب على الناس، من ضمن مميزاتها مميزات الناس اللي هم مدينه البصليه ان هم ناس طيبين جدا جدا، ما عندهمش العصبيه القبليه، ناس عايز يحبوا يعيشوا في سلام وامان جدا. هو للاسف قدر يستغل النقاط الموجوده عند الناس وطيبه الناس، وقدر ان هو يطمعهم في ان هو ياخد الحاجه بثلاث اضعاف ثمنها ويديهم الفلوس بعد يوم اثنين. ابتدى في الاول طبعا كان لازم يلتزم بانه يدفع الفلوس للناس عشان يبقى فيه مصداقيه في الشارع، طبعا ده يسمع ده ده يسمع ده، لحد ما ابتدى الموضوع يكبر، ابتدت الناس طبعا تبقى فيه ثقه فابتدوا يتعاملوا معاه، فده كله نابع من طيبه الناس مش اكتر ولا اقل طبعا. طب هم عندهم مجالات تانية يستثمروا فيها؟ لو قلنا ان في ناس ما عندهاش قدره على انها تستثمر فلوسها بشكل او باخر، عندهم طرق تانية اذا حبوا يستثمروا فلوسها يلاقوها سياده النائبه؟ والله للاسف احنا بصي حضرتك هو ابتدى زي ما قلت لحضرتك برؤوس المواشي،
لدرجه انه ما خلاش ولا راس ماشيه عندي، يعني الاسواق اللي كانت بتباع فيها رؤوس المواشي عندي ما لقيناش فيها راس ماشيه واحده موجوده. والمحافظ محافظ اسوان مشكورا اللي هو اشرف عطيه اصدر قرارات ومن حوالي شهرين او شهر ونص بان عدم خروج اي راس ماشيه من خارج محافظه اسوان حفاظا على رؤوس المواشي اللي عندنا. ولكن هو كان مستمر لانه طبعا شغل بقى مستريحين تاني في عده قرى فللاسف. وكمان طمع الناس في ان يعني ما اشتغلش على المواشي بس عندي، اشتغل على المصوغات الذهبيه. ابتدى يعني يضحك على الناس، الراجل يروح له بحلق مراته وخاتم مراته ويقول له لا الجرام بدل ما هو ب 1000 انا اديهولك 3000 ولا يعني وزاد البلاطين زي ما بيقولوا. لا كمان ابتدت الناس تاخد قروض اللي هو الجنيه بيعدوا لك 3. فللاسف ابتدت الناس يعني ده يسمع وده يسمع وده يجري يجيب يعني. لا الحاله صعبه جدا عندنا يعني. طيب سياده النائبه سؤال اخير وانا بختم معاكي، هتعملوا ايه؟ يعني انت قلتي لي تم القبض على الكبار الحيتان الكبار المستريحين، الباقيين هتعملوا لا طبعا اعتبريه يعني هيتم القبض عليهم سريعا والتحقيقات معهم شغاله. وطبعا كل الاموال اللي تم التحفظ عليها مع رؤوس المواشي واللي احنا بعناها زي ما قلت لحضرتك تم بيعها امبارح، دي كل الاموال هيتم التحفظ عليها وهيعمل هيبقى في حصر باعداد الناس. وهيتم طبعا استرداد يعني مش هنقول كل المبالغ بس هنحاول يعني ايه نديهم اجزاء من المبالغ بتاعتهم. بس والله انا كان يعني في يعني مطلب من شعب اسوان او من اهل اسوان ان احنا الناس اللي اخذت قروض من البنوك ومن المؤسسات اللي هي بتدي القروض المنحه للقروض، ان يعني يتم ان هي مثلا تعمل فتره سماح لثلاث شهور مثلا قدام على قد ما لحد ما الناس تقف على رجليها وتقدر تشوف الدنيا ماشيه ازاي ويتم سداد المبالغ اللي طبعا القروض اللي اخذوها دي. طبعا هم خدوا القروض من هنا وادوها للمستريح، طبعا ما فيش بقى فلوس خالص دلوقتي. وانت شخصيا كنائبه هتتواصلي مع جهات علشان تحاولي تشوفي في امكانيه لتطبيق ده او تمريره ولا لا؟ اكيد اكيد طبعا انا وكل النواب اسوان محدش هيتاخر طبعا. احنا على طول في يعني احنا بقى لنا شهر ونص شغالين اجتماعات وبنشوف ازاي يعني نوقف ونحد من المستريح. كمان كان بيتعدى على الاراضي عشان يكون فيها يحط فيها المواشي اللي هو بياخدها من الناس، فده برضو كنا بيبقى فيه حالات إزالة وكلام زي كده. لا طبعا اكيد مش هنسيب الناس ولا شعب اصلا ما يستحقش مننا ان احنا نسيبه ابدا يعني. احنا معاه طبعا قلبا وقالبا واحنا يعني. كمان معاكوا خطوه بخطوه سياده النائبه، واكيد هنتابع مع حضرتك ومع كل المسؤولين حضرتك هناك لحد ما نقضي على ظاهره المستريح فلوس الناس اللي بتروح. اتمنى طبعا ده واتمنى انه ما يحصلش في اي حته تاني وان الناس طبعا تكون في يقظه من امرها يعني ان شاء الله. ودور التوعيه اكيد عندكم وعندنا. احنا مشكورين جدا سياده النائبه على وجودك معانا سياده النائبه ريهام عبد النبيل.